بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل الناس اللي بيشوفونا ويتابعونا من كل مكان. مساء الخير على كل مشاهدي برنامج رؤية مصرية. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الوقت واحنا بقينا بنضيعه في مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية اللي مبقاش بيجيلنا منها غير كل يوم مشكلة والتانية، واحد انتحر، طفل شنق نفسه، طفل قتل مدرسته، طفل انتحر لعبة الحوت الأزرق وغيره. يعني ببساطة النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن إدمان الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتكلم إن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. فإحنا بقينا بنهدر في وقتنا في حاجات كلها مش بينوبنا منها غير الخراب والدمار لشبابنا وولادنا وأطفالنا، ومش بس كده، للأسر كمان. الوقت أغلى من الياقوت والذهبي، ونحن نخسره في اللهو واللعب، وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذلك الموقف النشبي. يعني الوقت ربنا نهانا إن احنا نضيعه، عندنا 100 حاجة وحاجة مفيدة ممكن نشغل فيها وقتنا. إزاي نستثمر الوقت ده؟ إزاي نتخلص من سوء الأوضاع اللي بقينا فيها بسبب الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؟ لا الطفل بقى بنفس ذكائه ونشاطه، خلاص ما بقاش يلعب زي ما كنا زمان. احنا اتربينا وتعودنا ان احنا بنلعب مع بعض ومع اصحابنا ومع زمايلنا واحنا اطفال. الطفل نسى اصلا ايه هو موضوع الالعاب، قل اختلاطه الاجتماعي، ما بقاش عارف. يعني ممكن تحط الطفل في وسط مجموعة اطفال من سنه مش عارف هو هيلعب ازاي، ذكائه قل، نشاطه قل، فقدان للشهية، قلة في تطوره ونموه الحركي. بندخل في موضوع التوحد، نيجي بقى نسيب الاطفال ونطلع شويه على الشباب قاعدين بيلعبوا ببجي، بيلعبوا تلاقيهم كلهم قاعدين في اماكن البلاي ستيشن، بل احيانا بيضطر يكذب مثلا بتوع ثانوي يقولوا احنا رايحين الكورس علشان يقعد يلعب في اماكن المخصصه للالعاب. الشباب بدات مش فاضي اصلا يدور على شغل، بيقضي 20 ساعه مثلا من اليوم قاعد بيلعب. احنا بنشوف حاجات وبيكلم نفسه في الشارع وماشي ماسك الموبايل مش مركز، لا بيعدي الطريق عارف هو بيعدي ازاي. احنا بقينا نشوف مناظر غريبه جدا سببتها لنا الالعاب الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي. بقينا بندخل في موضوع ان احنا ممكن نقول ان ده يعتبر مرض نفسي. منظمة الصحة العالمية في 2018 قالت وقررت ان بالفعل ادمان الالعاب الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يقل خطورة عن ادمان المخدرات والمواد المخدرة، بل يمكن نعتبر ان هو في نفس الخطورة او اكتر كمان، لانه بيأثر بيه على غيره مش هو بس لوحده، انما المدمن ده بيأثر على نفسه واسرته المحيطة بيه. انما مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت ادمانها بيأثر على يعني عدد كبير جدا من الناس. هنيجي نبص برضو للموضوع من وجهة نظر تانية. مواقع التواصل الاجتماعي مش هنقول ان هي كلها سلبيات، لأ عندنا ليها بعض الايجابيات واتكلمنا عنها قبل كده. بنستفاد منها ان احنا نحصل على معلومة، نجيب منها داتا احنا عايزين نوصل لها بسرعة جدا، بتغنينا عن ان احنا نقعد نرجع لسه ونجيب كتب ونقراها. طيب دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ مثلا خلاص خلصنا الشباب، طيب هنيجي بقى للأسرة. الأسرة اللي اتفككت، اللي بقى كل الناس مش هاممهم كأسرة كده، أنا كزوجة وكزوج وكابن كل واحد قاعد ماسك موبايله ومش أصلا سامع التاني بيقول له إيه. إحنا بقينا ما نسميهاش تواصل اجتماعي، إحنا بقينا في بالظبط يعني انعدام التواصل الاجتماعي. بالعكس ده مش تواصل اجتماعي، ده مش تواصل اجتماعي بالمرة خالص، إحنا المفروض نسميه قطع التواصل الاجتماعي. إحنا ممكن نقول ان الرياضه ممكن تغنينا شويه، او تحاول ان احنا ناخد ولادنا من حته انك قاعد للالعاب والجيمز ومواقع التواصل لانك تمارس الرياضه. طيب احنا معانا مداخله من الدكتور محمد عبد الرحمن، مدرس في كليه التربيه الرياضيه بجامعه بنها. عايزين نعرف منه النهارده مثلا كده ايه اللي ممكن الرياضه تقدمه لنا عشان نحاول نقلل من المشكله دي. الو، مساء الخير يا دكتورة. مساء النور يا دكتور مساء محمد. الخير لبرنامج رؤية مصرية، البرنامج العظيم اللي فعلا بيناقش قضايا العصر يعني وقضايا الواقع. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا باتصالك. الله يخليك يا فندم. دكتور محمد، حضرتك شايف دلوقتي أن مواقع التواصل الاجتماعي والجيمز والألعاب بقت زي الإدمان للشباب والكبار والأطفال، مش هنقول الأطفال بس. ازاي نقدر بالنسبه مثلا لمرحله الطفوله، ازاي نقدر بموضوع الرياضه بما ان حضرتك متخصص في التربيه الرياضيه، ازاي نقدر نربي ولادنا تربيه رياضيه؟ ازاي نقدر نخليه يسيب التواصل الاجتماعي والالعاب والجيمز ويبقى حابب انه يمارس الرياضه؟ ازاي نحببه في ده؟ انا شايف ان احنا وخصوصا مع ازمه الكورونا ان احنا ما نبعدوش عن مواقع التواصل الاجتماعي، احنا نربط له التواصل الاجتماعي بالرياضه لحياتنا.
ان احنا نعمل له برامج خاصه بكده، ابلكيشن موجود على الموبايل يبقى خاص بالرياضه وخاص بالرياضيين، يخليه كل يوم الصبح يبقى له حاجه زي الهوم ورك بتاعه، يبقى الواجب الرياضي بتاعه يقوم يعمله ينفذه، زي ما بياخد وجبه الفطار زي ما هيقوم يبتدي برضه يلتزم ببعض الدقائق من الرياضه. كل ده هيحببه اكتر، هيحببه اكتر في الموبايل وفي الالعاب وفي الجيمز، لما الجيمز دي تبقى لها علاقه بالرياضه، لها علاقه بالفاقد من الجسم واللي بيعود عليه بالنفع واللي بيعود عليه بالضرر. احنا كلنا لازم نشجعه لكده، بس طبعا لازم نبعده عن بعض اخطار واضرار الجيمز اللي خاصه بالموبايل، وخصوصا امراض العين، وخصوصا الالعاب زي بابجي او بالظبط الحاجات يا دي دكتور، اللي بالظبط. فعلا بتؤدي الى الكثير من الاضرار والامراض المجتمعيه الخطيره دي، كلها افه من افات المجتمع. الرياضه طبعا هي بتحرر البني ادم وبتحرر نفسيته، بتحرره من كل الاضرار السلبيه ومن كل الطاقات السلبيه، بتزود طاقات ايجابيه تمام زي ما يا احنا دكتور. بنتفضل. طبعا فكرة حضرتك حلوة جدا، نتمنى ان الناس المختصين بإنشاء البرامج ان هم يعملوا لنا برامج رياضية تنزل كتطبيقات على الموبايلات عشان انا أطفالنا بفكر يقدروا اعمل كده يا يستخدموا. دكتوره، انا بفكر فعلا ان انا اصمم ابلكيشن مخصوص للكلام ده، يربط الطفل ويحببه ان في شاء الرياضه الله. زي ما هو بيحب الموبايل والالعاب لا يا والالعاب اللي دكتور، على الموبايل. الموضوع ده محتاج ان شاء الله تكون ضيفنا في حلقة كده ونتكلم عن الموضوع باستفاضة. احنا بنشكر حضرتك يكون جدا على لي الشرف، المداخلة. يكون لي الشرف ميرسي يا يا دكتوره. دكتور، شكرا، شكرا لحضرتك. استنونا فاصل وراجعين لكم تاني. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل موضوعنا. احنا اتكلمنا عن موضوع ادمان الالعاب الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من كذا جهة. عايزين نقول ان ادمان المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كان له اثر سلبي علينا، بس خلونا الاول نرحب بضيفتنا النهارده الاستاذه بسمه. اهلا وسهلا بيك يا اهلا استاذه بك بسمه. يا دكتوره، انا اهو بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بك. عايزين نتكلم ان احنا فقدنا جانب من التواصل الاجتماعي الديني، احنا ازاي بقى يعني اهملنا في الدين، بنقعد على مواقع التواصل الاجتماعي وننسى الصلاه، صله الارحام، مواقع التواصل الاجتماعي خلتنا بنجامل بعض على الفيسبوك لما يكون في فرح الف مبروك، في حزن البقاء لله. كنا الاول في عادات، في تقاليد، في لازم اروح اعزي، في لازم اروح افرح لفرح قريبي او جاري او زميلي، بقينا نكتفي بالتواصل الاجتماعي. قلت صله الارحام اللي هي من اهم الحاجات اللي ديننا وصانا بيها، ومش بس الدين الاسلامي، لا الدين المسيحي كمان، الود والرحمه والالفه والمحبه والتسامح. خلونا النهارده ناخد اتصال من دكتور ايمن الشيمي عشان نتكلم معاه ازاي نعزز العقيده الدينيه وازاي نخلي ولادنا وشبابنا واطفالنا يظهر في مشكلة في الاتصال. عايزين نقول ان ديننا حسنا وقال لنا على صلة الارحام. صلة الارحام يا جماعة دي عماد الدين، صلة الارحام دي فيها بركة في الرزق، فيها بركة في العيش، فيها بركة في العمر. ده حتى لما الميت بيموت بيقول لك صل رحم الناس اللي هو كان بيصل رحمهم، من ضمن الحاجات اللي بتبقى على ما سمعنا يعني، والاساتذة الافاضل شيوخنا قالوا لنا ان لما بنصل رحم حد كان الميت متعود ان هو بيزور او بيصل رحمه معاه بيكون مبسوط. صلة الأرحام انقطعت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بل مش انعدمت، بقينا نكتفي زي ما قلنا بألف مبروك والبقاء لله، بإنا لله وإنا إليه راجعون. مواقع التواصل الاجتماعي كان ليها برضو أثر سيء على أطفالنا وولادنا، وعايزين نقول إن هي من كتر موضوع الألعاب اللي بيتفرجوا عليه والعنف، وإن هي بتحسهم على العنف، بدأ موضوع الجريمة ينتشر في سن الأطفال وفي سن الأحداث في المراحل العمرية الصغيرة. خلونا النهارده نسأل أستاذة بسمة ونقول لها، قولي لنا يا أستاذة بسمة كده، هل موضوع ارتباط الأطفال بالتواصل الاجتماعي والشباب كان ليه أثر عندكم في ارتفاع نسبة الجريمة مثلا، ولا إيه الموضوع يعني؟ كلمينا من الجانب القانوني. ايوه طبعا، هو ليه اثر كبير جدا. دلوقتي الطفل بيقعد، ممكن يقعد 13 ساعه في اليوم على السوشيال ميديا، حتى ده طبعا بيعمل بعد بينه وبين اخته، بينه وبين باباه، بينه وبين مامته. فهنيجي نبص نلاقي الاسره اتفككت. وطبعا كذا مره سمعنا قبل كده عن جرائم كتير بسبب السوشيال ميديا والالعاب زي بابجي والكلام ده. الطفل يعني سمعنا عن أطفال كتير
ارتكبت جرائم قتل بسبب العاب بابجي والكلام ده، لمجرد انها بتنفذ نفس الكلام اللي بيحصل في اللعبة، او هي عايزة تبقى نفس الشخصية. احنا عايزين حضرتك النهاردة تقول لنا هل كان في ارتفاع في نسبة الجريمة؟ يعني مثلا الجريمة كانت بنسبة 50% بقت 70%، ايوه وهل طبعا. ثواني بس، وهل في مثلا، يعني عايزين نسألك كذا سؤال ونستثمر وجودك معانا النهاردة في الحلقة، يعني مش سؤال واحد كده وخلاص. ده من الجانب القانوني. انت برضو كأم وكزوجة، هل شايفة ان موضوع ارتباط ولادنا، يعني كلنا أمهات وزوجات، موضوع ارتباط ولادنا بالانترنت ده كان ليه اثر على العلاقات الاسريه ما بيننا؟ وبرضه اتكلمنا الاول عن موضوع الجريمه، ارتفعت بنسبه، وصلت نسبه كام مثلا؟ يعني ممكن وصلت بنسبة 90. 80% أو 90%. زمان كان الطفل أو الطفلة يعني إيه أقصى حاجة إن هما بيقعدوا قدام برامج الأطفال، وبرامج محدودة جدا. بالفعل. إنما الوقت حضرتك ممكن الطفل هيقعد لك 13 ساعة، وكل تفكيره إن هو يبقى زي الشخصية اللي هو شايفها، ويقلد كل حاجة هو شايفها. فده طبعا لو جينا نبص هنلاقي اطفال كتير ارتكبت جرائم بنفس الاسلوب اللي هي بتشوفه. يعني نقدر نقول ان الانترنت جاب لكم جرائم كتير من في ايوه سن طبعا، الاطفال. ايوه طبعا، في ايوه. سن الحدث طبعا جاب لنا جرائم كتير. وسمعنا قبل كده عن طفل قتل مدرسته بسبب الموضوع ده، لانه بينفذ الكلام اللي اللعبة يعني اللعبة قالت له اقتل المدرسة بالطريقة كذا كذا، وقتلها فعلا. ومش بس كده، بقى يعني عندنا كمان أصبح انتحار. مغيب، والعقل بتاعه خلاص ماشي ورا الكلام اللي بيشوفه أو للأسف منفصل عن الحياة، وده ممكن يؤدي حتى لأنه يبقى توحد. عنده توحد. ايوه بالفعل. فإحنا المفروض طبعا في دور الأب والأم، ده أهم حاجة، الوعي من الأب طبعا. والأم. بدل يا حبيبي ما بتقعد مثلا 13 ساعة أو 6 ساعات، أنت دلوقتي هتقعد ساعة واحدة هتذاكر، هيبقى في وقت للمذاكرة، وقت نروح النادي. يعني قصد حضرتك ان احنا نخلي موضوع ان هو يقعد على السوشيال ميديا او يقعد على يلعب جيمز، ان ممكن احنا ساعة حافز واحدة نحفزه أيوة، بيه، يعني حافز اعمل حاجاتك كمكافأة مثلا وتحفزه. ساعة في اليوم. برضو احنا عايزين نقول ان احنا ما ينفعش نمنع فجأة الجيمز والالعاب، لان احنا عندنا حتة ان احنا ما ينفعش نخليه عقاب. احنا لو خليناه عقاب الطفل هيعند معانا، هندخل في مرحلة العند، هيبقى خلاص ما اخده ند بقى. فاحنا عايزين نخليه تحفيز ساعة واحدة في اليوم. تحفيز ساعة واحدة في اليوم برضو في طبعا. موضوع تاني عايزين نتكلم فيه برضو، يعني بصفتنا ان احنا برضو ايه رباط بيوت، احنا اكتشفنا ان موضوع الطلاق زاد جدا بسبب مواقع السوشيال ميديا. دلوقتي الزوج بيبقى مطحون في الشغل طول النهار، والزوجة قاعدة بتكتب بوست على الفيسبوك، بيدخل حد يعلق لها ايه الجمال ده، ايه مش عارف ايه الكلام اللي هو كده، اللي ايه اللي يعني يغيب العقل ومن شوية. الناحية التانية بيحصل كده برضو مع الزوج، ومن الناحية التانية بيحصل كده برضو مع تيجي الزوج، تبصي هتلاقي نفسهم في بيت واحد وهم بعاد عن بعض. بعاد عن بعض. ومش بس كده، بندخل في حتة الخيانة. يعني الزوجة برضو احنا عايزين يعني الزوجات تبقى مقدرة ان انت جوزك برضو مطحون في الشغل بره وطالع عينه، يعني فمش معقولة هيبقى عايش الحياة رومانسية في رومانسية. خلينا نكون متفقين ان يعني المجهود والحياة والشغل اللي بره صعب. وبرضو عايزين نقول للزوج يعني خليك شوية، يعني ايه، حط برضو الزوجة في الأولويات، يعني الكلمة الطيبة صدقة، خلينا متفقين على ده. يعني احنا لاحظنا ان موضوع الطلاق برضو اكيد لاحظته ده ايوه زاد طبعا، زاد جدا 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 بسبب جدا. ايه؟ الانترنت. والزوج شاف محادثه والزوجه شافت محادثه، احنا بقينا شايفين يعني موضوع ده غير الانترنت ده ان خراب بيوت. الزوج دلوقتي بيشوف طبعا اي واحده طالعه مثلا، هو بيقارن هنا وبيقارن هنا، ابقى ما هو في مقارنات. فمن بالفعل. هنا طبعا بتيجي المشاكل وبتزيد نسبه الطلاق، وكل واحد فاكر ان دي مثلا هي طول اليوم كده، فلازم مراته تبقى كده، ناسي ان هي ربة منزل وراها اولادها بالفعل وراها. بالفعل. يعني الموضوع ده بصراحة عمل فجوة كبيرة في الأسرة. بالظبط. احنا عايزين برضو يعني الناس تبقى واعية ان اللي خلف الشاشة ده واللي احنا مش شايفينه، يعني انت مش شايفة مين بيكلمك على الفيسبوك او على اي موقع تواصل اجتماعي، انت مش شايفة هو ايه، هو اكيد مش افضل من الراجل اللي شقيان وتعبان. والعكس صحيح بالنسبة للزوج، برضو انت مش شايف هي ايه، اكيد هي مش افضل من اللي قاعدة تربي لك ولادك في البيت وتعبانة وبتذاكر وبتربي وبتعلم وبتعمل كل حاجة. فاحنا يعني احنا بنرجو من رجال الدين
ان احنا يعني نتكلم شويه وندوس عليها في برامجنا وفي الخطب الدينيه بتاعتنا. الخطاب الديني يتوجه شويه للاطفال والشباب والستات والرجال، ان احنا يعني لازم شويه نتجه للدين، طبعا يا صله استاذه الارحام. مها الموضوع ده طبعا بعدنا عن الدين، طبعا كل واحد طبعا مالي 24 ساعه ما بيقوموش يصلوا ما اصلا، بيقوموش، الاذان ايوه طبعا. بيأذن، اللعبه الجيم هكمل الجيم الاول. فاحنا عايزين نرجع زي زمان شويه، اللي هو يعني الجيل بتاع التسعينات. الاب ياخد ابنه في ايده ويروح يصلي، احنا ما بقيناش نشوف الظاهره دي يعني غير لا نادره. لا اه فعلا معاكي حق، نادرا. انعدمت، ما فيش اطفال في الجامع، نادرا لما تشوفي اب اخد ابنه بس في ايده. دلوقتي لما تيجي تقارني بجيل التسعينات والجيل بتاع الوقت هتلاقي لا احنا فجوة جيل كبيرة تاني، لا احنا جدا. جيل تاني. احنا جيل حلو اصلا يعني، ما شاء الله ما جاش زيهم. يعني بصراحه احنا اتكلمنا النهارده في موضوع مهم جدا، يعني انا شايفه ان هو يعتبر حاليا من اهم الموضوعات اللي على الساحه. احنا دلوقتي في ازمه انا كورونا، شايفة برضو يا دكتورة مها ان السينما ليها دور، يعني السينما بالفعل ليها الافلام دور. الهابطة اللي احنا بنشوفها ان البطل لازم يجي في دور البلطجي او الراجل الشهم اللي لازم يشيل سلاح، فده طبعا ما ينفعش، فالطفل من هنا بيقلد. و احنا بنشكر وجودك النهارده معانا يا استاذه بسمه، وانتي نورتينا النهارده في حلقتنا وشرفتينا، وكان نفسنا نقعد معاكي اكتر لكن وقت حلقه البرنامج شكرا يا وحلقتنا كده. دكتورة مها. يا جماعه انا بوصيكم وبقول لكم ان احنا لازم فعلا ننظر للموضوع نظره عميقه شويه بلا سطحيه، ما ناخدوش ان هو ايه يعني قاعد على النت، لا. وبرضه هنأكد تاني على دور رجال الدين، رجال الدين، رجال الدين. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم رؤية مصرية يوم الاثنين الساعة 2. أستودعكم الله.